Aqua. Ele quer andar com a vice? Aqua. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد كما العاده. ولكن اليوم غادي يكون فيديو سبيسيال لان اكسسوارات اللي كاين شي حاجه نقيه وزوينه بزاف وشي حاجه متناسقه لا من ناحيه لي بو لا من ناحيه المرايات لا من ناحيه كالبيرتو. المهم كاين اكسسوار جداد وفيهم حتى ثمن مزيان لا من ناحيه كاع البوات فيهم ثمنات مزيانين وحتى المرايات ثمنات مزيانين لانه المرايات كانت واحد القطار ديال الريزومات تشراو ب 180 درهم 190 درهم 170 درهم دابا راه نقصوا بزاف ودابا 120 درهم 130 درهم تشري مرايات وكانوا هما نفس الكاليتي نفس الجوده. ومهم تابعوا الفيديو حتى الاخر كما العاده. المهم انت هذا الفيديو نتمنى يعجبكم وراه غادي يكون فيديو ان شاء الله سبيسيال وغادي يعجبكم وحتى الثمانات راه تنحاول نجيب لكم شي ثمانات مزيانين وكما العاده تابعوا الفيديو حتى الاخر ونتمنى الى الاعجاب ديالكم ومبارك عليكم هذا الخير هذا الله يجيب شهاده الشتاء على قد النفع. وهذا ما كان الاخوان كما العاده كما قلت لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا راه الجديده راه واضي ربيع غادي نشرح لكم كل بياسه بياسه كما العاده والاثمنه راه كما العاده راه كاينين في السيف. ومرحبا بكم عندكم الاخوان في الفيديو ديالنا اللي هو غادي يكون فيه البوات كما تشوفوا كاينين الانواع وكاين انواع متناسقه فاش تيقول لي في البوات. المهم هاد البوات راه ما فيهمش غوات راه كلهم سيلونس هذا راه فيها تشكل في العافيه وكاين هذا ديال ما عرفت شي الوان هنا وكاين هذا اللي عرفت شويه هو التنين وهذا ديال الشلاضه وهذا ديال كربون وهذا فيه لورونج والازرق والاحمر وكاين هادو كلهم اكرابوفيت فيهم تيكرا اكرابوفيت وكما قلت لكم هادو راه فيهم سيلونس الا بغيتي صداع اكثر من هذا راه يمكن لك تحيدو الا بغيتي ايسونس خلي راه واش تيه ليبر ولكن كاين السيلونس. شحال غادي ندير لهم شي فيديو باش نجربوهم. المهم حنا راه حتى واحد راه كاين معنا السكريس عزيز غادي ان شاء الله غادي يجيب لنا واحد لالين غادي نجربوهم غادي نجربو كاع الصوت ديالهم باي واحد فيهم. وهذا راه واخا تيبان لك هنا ليبر تيشوف من هنا من الراس ها هي تيشوف لك الراس ولكن راه كاين السيلونس ديالو تيركب من الداخل حيت راه كاين واحد الفيس هنا شتي هاد الفيس هذا اللي هنايا راه تيركب فيه السيلونس من الداخل كاين معاه السيلونس ديالو تيتباع مع هاد البو هذا السي بروجيك. وهاد الاخرين ها هما هاد الاخرين هادو ليبر ما فيهمش السيلونس لا من الداخل لا والو تيتباعو هكا ما فيهمش السيلونس وبالكوليات ديالهم اصلا وحتى الاخرى في هذا الشكل هكا وراه شي كاليتي مزيانه. المهم جيت مع عمي هيا حنا معاك. المهم كما شفتوا هذا البروجيكت ها هو هذا راه هو السيلونس ديالو تيسق ليه من هنا من اللور والفيس بالسيبو تيسق من الداخل ماشي تيتزير من الفوق. انا دابا هو راه البارح شفت انا هذه الفكره وضحت لي وقلت انا ما كاينش كي نركب ولكن وليت عرفت كيفاش يركب تدخلوا هكا لا واش هكا لا 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 هكا يعني فكرت خصني نحيد بعدا هادي
مقلوب انا هاكا. فين كاين داك الفيس؟ هاكا. لا هذا خص يكون من هنا. البارحة شفتو البارح وين تحلي هذه الفكرة في جيبي في جيبي يا من لما في العقل زعما. هذا تشتو تلصق هاكا. ولكن حاجة أخرى يمكن يدير هاكا ولكن ما يمكنش هاكا. لا هذا خص يكون هاكا. أنت بديتي تركب هنا تيبقى هاكا شتيه؟ تتركب هاكا. وهذا الفيس هو اللي تيشدو من هنا من الداخل هنا راه مزيان هذا عاد عجبني سيلونس. وطيلا بغيتي ترقل هذا السيلونس هذا راه تترقلو من جوج جوينا يمكن لك تزيد بها هذه يمكن لك تزيد بها لهنا على الرجلاجات. ها هو الا بغيتي الفريع شويه بغيتي مجهد المهم هذه الرجلاجات هذو غير بحال شي صفارات. المهم دابا البوات غادي نكونوا واقيلا انتهينا انتهينا منهم ولكن غادي نوعدوكم كما قلت لكم باش يقولوا لي كل واحد انا اخو حسن غادي نكملوا معكم لي زاكسسوارات اخرين بسم الله. ندوزو للمرحله الثالثه في الفيديو اللي غادي يكون فيها هاد البوله ديال 96 تاع هي اللي هي بحال دوك البالي اللي دوزنا في سميتو البالي اللي دوزنا في الفيديو اللي قبل على حساب السيميا وكانت هي بدايه فيها الصفر كما العاده فيها الابيض صار بالابيض والكود بالصفر. هاتي الله ندوزو لهاد البروجيكتور اللي هو تيبان ليا زوين نشوفو الضو ديالو نديرو ليه عاوتاني باش تقبض راسو. هادا الحمر هادا الزراق تيديرلو فيهم خيط قصاعر هاكا حنا غنديرو ليهم عبك حسن. نشوفو الصفر اش تيقول هاكا داير في الصفر الخيط الصفر والخيط كاين هاد السوارت كيما قلت لكم هاد السوارت هادو دياود ولكن هادو ديال الصانية الاس كاين في الحمر حاليا هاد الوقيتة كاين الحمر وكاين فيهم الازرق ولكن مازال مجاش وغادي يجيو في الايامات الجاية غادي يجيو ديال السيميا وغادي يجيو ديال اللي تيخدموا للسيميا و تيخدموا للاكس سايكونت و الاير سايكونت. المهم راهما اصلا بحال بحال في الصور تاع الضو. المهم قلنا هاد البلاط البروجيكتور هادشي كاين في الضو وغادي ندوزو لهذا اللي جا في هاد اللون هذا الضو راه متوفر فيه وفيه هاد اللون هذا هاد اللي بالنسبة للضو. ودابا غادي ندوزو للمرايات المرايات اللي جاو فيهم شي جوج شكال جداد نتمنى يعجبوكم و ندوزو مريات ريزوما فيهم القصار هما جاو عاوتاني في اللوان تقدرو عرفتوهم و جاو هادو المريات هادو فلتر رقيق خدموهم في الطرواج شبيكات انت لا فيهم فلتر رقيق شتيهم و لا عندك شي زيادة راه تخدمهم حتى 96 المهم كاين هكا كربون كاين في هاد الشكل هكا عرفتو شتي يبان ليكم مزيان هكا دايرين هادو هاكا دايرين هاد الشكل اللي هادو تنقدوهم مزيان ونحطوهم وهادو جاو فيهم كربون بهاد الشكل جا فيهم كربون في الشكل ماشي كحل هاكا باقي سامبل كربون فيهم هاد اللون وفيهم الكرومي وفيهم الطل الحمر هاد البروتيج ديال البوانيت اللي كيدو تيكونو من جناب من جنب الكسيراتور جاو فيهم هاد اللون كربون هادو هادو ثلاثة فيهم قلت لك فيهم حتى اللون الاخر واقيلا كاين شي ازرق هادو من كاين هاد البروتيج ديال الجناب هادو ديال الماطر كبار ولا بغاهم شي واحد راه فيهم الالوان تا هما فيهم خمسة الالوان ولا اربعة هادو ديال الجناب ديال الا كان الموطور العصبي تاعي كاين هاد المريات ريزوما مريات ريزوما ها هو بار مريات ريزوما صغار ما تيشوفوش بهم كاين هادو راه تشوف فيهم مزيان وفيهم تصغر منهم شي شويه با الصوره عاد دوز هنا في السيكتور اللهم بارك صحاب الفوات الله تنهضر على الفوات كاين هاد الشكل فيهم تا هما اللوان وفيهم هذاك الشكل اللي وريتكم هو هذا
انا زيدي من هنا كاع تيبانو كبار، ولكن في الحديده راه تيبان هادو قصار وهادو طوال. فهمتوا الاخوان؟ المهم نديرو هادي هاكا، واقيلا كانت مقلوبه هاكم، وهادي حتى هي كذلك. المهم كاع فيهم اللوان، راه اللوينات راه فيهم الاحمر، فيهم الازرق، وفيهم الذهبي. المهم فيديو راه كيما قلت لكم، فيديو صراحه فيه هاد المره شي حاجه زوينه ومتناسقه. الاحمر ديالهم الاحمر تاع تكون قبضه حمراء، واخا ما تيبانوش مزيان في الكرتونه. المهم المرايات بلا ما شفتهم، المهم بلا ما نحط لكم الالوان اللي كاينين في السيت كما العاده. وبالنسبه لهادو راه فيهم تا هما راجو، فيهم الاحمر والازرق لجوج ديال السامبل والخاص. اللي تيخاف من الاخرين يديهم ليه ولا شي حاجه، راه كاين هاد جوج، وكاين هذا اللي هو عرسوه دائما. المهم راه كاين ثاني التوفر، المهم بغيتي تشوف الطو ديالو، كاين اللي ما شافوش راه المهم موجود راجع عاوتاني. المهم فيه البيض وفيه الكحل، نوري لكم كي داير عفوا كي تيشعل. ومرحبا كما العاده. المهم كما قلت لكم هادو اسميتو شتو هادو طفيه التشعيله الاولى هكا، ثانيه فيكس، ثالثه انا الموسيقى. المهم هذا ما كان الاخوان في الفيديو ديالنا، نتمنى لينا الاعجاب ديالكم ونخليكم على خير ومرحبا بكم كما العاده.